اللواء يوسف المنقوش في المراجعة السابقة وصلنا إلى تقريبا عام 73 أو 74 وذكرت لي أن هذه الفترة كانت مرحلة انتقالية نعم. بدأت الدولة فيها تتحول إلى دولة اللجان الشعبية نعم. بدل ما تكون دولة المؤسسات نعم. نعم. وكأن الذي يمسك بزمام الأمور يريد ان يكون هو المسيطر ولا يتحداه احد. نعم نعم هو تماما تماما يعني هو تسلسل الاحداث وصل لهذه النتيجه. يعني كان هذا التطور مبكرا وبدات تتحول الدوله فعلا الى دوله اللجان الشعبيه وبدات يعني الدوله شبه ككيان دوله شبه انها اصبحت تضمحل يعني وكانت هناك فوضى يعني كانت هناك فوضى عارمه في 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 هذا المجال من ضمن المؤسسات التي تاثرت كانت المؤسسه العسكريه طب انتم في كضباط في الجيش ايش كان موقفكم يعني في ذلك الوقت كان مبكرا ان تبان موقف لان احنا الفتره اللي قبلها كنا ضباط يعني ضباط اصاغر وكنا نشتغل بطاقة عالية جدا في سبيل تكوين وحدات محترفة وعلى درجة عالية من التدريب وعلى درجه عاليه من الاحترافيه. فكان الحقيقه يعني يكون هناك عدم رضا في, في 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 هذه الامور. م. بالرغم ان المؤسسه العسكريه مباشره لم 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 يكون فيها برنامج اللجان الشعبيه وهذه البرنامج ولكن من ضمن ال 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 القرارات التي اتخذت في في هذه الفتره في 73 كان الغاء كافه القوانين. الغاء كافه القوانين من ناحية قانونية كان هو قرار بالغاء كافه القوانين إذن هي بما فيها القانون العسكري. ولكنه الحقيقه على ارض الواقع لم يلغى هذا القانون لم يلغى ولكنه كان هناك شعور بان كل قوانين اصبحت موقوفه او ملغيه فمن ضمن القوانين العسكريه كانت الحقيقه هي الخطوه الاولى او المسمار الاول في نعش الدوله في ذلك الوقت استمرت الحقيقه يعني الجيش استمر في في في, في النمو بعد 73 وكان يعني يصل الى الى مستويات افضل كان هناك يعني آه اصرار على ان يكون حجم هذا الجيش حجم كبير. كان الحقيقة هذه احدى الاخطاء لان التوسع الافقي السريع يفقد يعني كان يعني كان الكم على حساب الكيف. مع مع تطور تطور السنين اصبحت يعني آه تظهر آه مشاكل في, في 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 هذه المؤسسه، نعني بها المؤسسه العسكريه. يعني آآ آآ اصبحت هناك يعني لما نتكلم بعدها في الفترة الثمانينات والفتره هذه دخلت المؤسسه العسكريه في يعني في 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 مغامرات غير محسوبه او بقراءات استراتيجيه خاطئه ذهبت يعني تم تكليف جزء منها في اوغندا ثم بعدين بدات الـ برامج بتاعت تشاد مبكرا في سنة 1970 و 1980 وبدأ يظهر أن هذه المؤسسة بدأت تتعرض لأمور يعني تؤدي في النهاية لأنها تكون غير فعالة بالرغم من أن الذي ينظر لها من ناحية شكلية يجد أن الحجم يزيد والإمكانيات المادية تزيد يعني نقص نقص بها الاسلحه والمعدات كان هناك تعقيدات كبيره جدا على اسلحه ومعدات لا تتناسب مع الحجم هل الثروه النفطيه كان لها دور في ذلك تماما الثروه النفطيه وقفز اسعار النفط بعد حرب مم. 73 من عشرة 12 دولار الى الى 40 دولار و42 دولار وكان كميه النفط المنتجه في زياده كان هناك وفره ماليه كبيره مم. هذه الوفره طبعا يعني استغل جزء منها في التعاقد على كميات ضخمه من الاسلحه وطبعا اصحاب السلطات في العالم العربي لما بيتعاقدوا على تسليح نعم جزء كبير من الصفقات لهم فيها نصيب فهي وسيله للاثراء ايضا هو الحقيقه حتى غير غير ذلك لان طبعا كانت الصفقات اغلبها من الاتحاد السوفيتي وصفقات مع الحكومه يعني لكن غير ذلك كان هناك يعني آه محاولة أو, أو 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 رغبة في أن يكون هناك جيش ضخم، ولكن الحقيقة تم تكبير العدد وتم يعني تعرض على كمية كبيرة من, من 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 المعدات، ولكن لم ينظر للأمور الأخرى، للتدريب، للمعنويات، لهذه الأمور كانت مهملة كانت مهملة جداً، ثم دخل العامل الأمني لكي يفسد كل شيء. طبعا هناك محاولات انقلاب حصلت هناك محاولة حصلت أكبر محاولة حصلت سنة 1975 كانوا فيها مجموعة من أعضاء ما يسمى مجلس قيادة الثورة وكانوا فيها عدد كبير من العسكريين بعد المحاولة بتاع 1975 يبدو أن هناك اتخذ قرار من القذافي بأن هذه المؤسسة يجب أن تكون مؤسسة عاجزة ولا تستطيع القيام بعمل لتغيير الحكم <applause> فأصبح يتخذ عدد من الإجراءات هي في ظاهرها لكي تكون هذه مؤسسة كبيرة وضخمة ولكن نتيجتها تؤدي لأن يكون هناك كم ضخم ولكنه عاجز على القيام بأي شيء في مقابل ذلك أصبحت تظهر وحدات أخرى عسكرية خاصة ولأها لي معمر قذافي شخصيا وهي الوحدات الأمنية والتي كانت هذول يعني تخف... هذول غير الجيش النظامي نعم هي جيش هي جيش نظامية ولكنها تشكيلات آه خاصه من ضمن الجيش يعني من ضمن الجيش من ضمن الجيش وكانت تشكيلات خاصه وتتبعه في القياده له مباشره وكان هناك قياده تسمى قياده الوحدات الامنيه هذه الوحدات الامنيه كان في الفتره الاخيره بعد ما اولاده كبروا كان يقودها ابنائه لكنها كانت هي التي تحظى بالامكانيات وبالتدريب وكل شيء مقابل ذلك كان باقي الجيش الذي حجمه كبر يعني لما نقول نحن في سنة 69 كان حجم الجيش 10,000 وصل في سنة 2011 إلى أن يكون 120,000 والضباط كانوا 650 ضابط وصلوا إلى أن يكونوا 18,000 ضابط. الله أكبر ولكن كانت الحقيقة يعني كم بدون كيف عشان يصل الجيش لهذه لهذا الوضع أو المؤسسة العسكرية بصفة عامة كان هناك عدد من الإجراءات الحقيقة تم تنفيذها من قبل من قبل السلطه من قبل القذافي يعني من ضمنها يعني كانت ان لما دخل العامل الامني للحفاظ على خوفا من 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 حدوث انقلابات هذا ادى لان كان تقريبا شبه وقف كامل لاعمال التدريب شبه وقف كامل لاعمال الرمايات شبه وقف كل الامور هذه كانت لا توجد وذلك خوف من الناحيه الامنيه يعني يعني الناس اللي بينتسبوا للجيش بينتسبوا اسميا يعني بينتسبوا اسميا نعم يعني اتذكر ان في سنوات معينه قبل تقاعدي من الجيش كان العسكر الذي يتحصل على تمرين رمايه واحد في السنه هذا ممتاز وكان هناك تقييد كبير جدا لدرجه ان عندما تخرج وحده معينه لكي تقوم بتنفيذ تمرين رمايه في ميدان الرمايه وتستلم ذخيرتها من مستودعات الذخيره كان عند الاستلام يحضر مندوبين الشرطه العسكريه والاستخبارات والى اخره ثم الضابط المسؤول على القيام بهذه التمرين عليه ان يرجع كل الظروف الفارغه بعدد الاطلاقات التي استلمها ولو نقص ظرف فارغ واحد حيذهب الى السجن يا سلام هذه كل الامور طبعا ايضا كان يعني اهمال كبير في المعنويات كان المرتبات متدنيه كان المرتبات تنقطع عدة أشهر كانت الملابس والقيافة يعني تعبانة كان الضبط والربط يعني هدم الضبط والربط يعني وضع الجيش مش مشجع للناس أنهم ينتسبوا إليه أبدا ولا كيف كانوا يجوا بالأعداد للضبط كان فترة من الفترات كان يتم توجيه الطلبة بالإلزام كانوا كل خريجين الثانويات يتم توجيههم للكليات العسكرية هذا احد الاشياء التي انتجت جيل من الضباط لا يرغبون في العمل العسكري وبالتالي لم يحاولوا ان يطوروا انفسهم. فثم بعد ذلك بعد فتره بعد ما تم حشو الجيش بالاف من الضباط ومن الطلبه الذين اجبروا اجبارا في الدخول الى هذه المؤسسه اتخذ قرار انهم يتم اخراجهم. تسريحهم يعني؟ تسريحهم ولكن كيف يتم تسريحهم؟ تسريح بطريقه ان هو يعني اصبح المرتبات متدنيه المعنويات متدنيه يعني كل ما يمت معنويات العسكريين تم الغائها يعني على سبيل المثال اصل القذافي قرار بالغاء المستشفيات العسكريه لا توجد مستشفيات عسكريه انت عسكري انت اسرتك تمشي تذهب للمستشفيات العامه اه فما عادش في ميزه للعسكري ما عادش في ميزه ايضا كان هناك ما يسمى بإدارة الحوانيت العسكرية، مؤسسة استهلاكية عسكرية كانت تساعد العسكريين في توفر لهم أيضاً ألغوها. ألغوها. كان هناك نوادي للضباط العسكريين ألغوها. كل ما هناك ما يمثل الامتيازات ألغوها، كل لي 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 حتى يطفش الناس. نعم. أيضاً آه معروف أن أي مؤسسة عسكرية هي يعني آه هي تراتبية هرمية. قاعدة عريضة. فيها ضباط اصاغر وضباط صف وجنود ثم كل ما زالت الرتبه كل ما قلعت الضباط الى ان تصل في هرم على راسه رتبه يحملها شخص واحد هذه التراتبيه الهرميه هي في كل المؤسسات العسكريه في العالم فهو يريد ان يقوض هذه التراتبيه فكيف فعل؟ هذه التراتبيه محتاجه الى ادخال من الاسفل وخروج بالتقاعد من الاعلى فهو عشان يمنع الناس انه يخرجوا من التقاعد عمل قانون تقاعد سيء جدا بحيث الضابط او العسكري الذي يتقاضى مرتبا مثلا 900 دينار في الشهر في اثناء الخدمه لم يخرج على التقاعد يكون مرتبه 300 دينار فقط. فكل الناس اصبحت تتحايل على انها لا تخرج على التقاعد. ويريد ان يبقوا في يبقى لانه ايضا في فتره من الفترات كان يعني يوجهوا في الشباب بالالاف للدخول لهذه المؤسسه ثم فتره معينه في السنوات الاخيره على السنوات الاخيره قطع هذا الدخل اصبح انت عشان تدخل احدى الكليات العسكريه لازم تكون يعني عندك ثقه ثقه اما يعني واسطه يعني واسطه يعني. نعم او تكون يعني يعني مكفول من احد الضباط اللي ينتمون ل او من القبيله القذافي او من الرفاق او من يعني دي. هي بشكل عام كلها سياسه تعسفيه بالضبط ايضا كان الترقيات اصبحت توقف الترقيات فتره معينه ثم الدفعات بالكامل تعطى رتبه واحده لغايه التركيبه الهرميه في هذا الجيش قلبت قلبت تماما كان هناك يعني آآ آآ وسائل اخرى لي 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 لهدم هذه التراتبيه ولجعل هذا الجيش يعني هو عباره عن 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 مكون عاجز على ان يقوم بمهامه حتى لا يستطيع ان يقوم يعني باي مهمه اخرى قد تؤدي الى تغيير الحكم. فكان مثلا يعني الضباط اللي موجودين في وحدات معينه ليست لديهم شغل. فكان عدد كبير جدا من الضباط ذوي الرتب العالية والغير مؤهلين والذين موجودين في المعسكرات بدون عمل فكانت فكانت معنوياتهم يعني معنوياتهم متدنية جدا فكانوا يلجأوا ليكون مسؤول في هذا المعسكر يلجأ إن هؤلاء الضباط يعني يخليهم يشتغلوا بالتناوب تعال أنت تشتغل يوم ثم تقعد في بيتك ثلاثة أيام ثم فأصبحت المؤسسة العسكرية الليبية لا تمت للمؤسسات العسكريه المتعارف عليها باي صفه، مقابل ذلك كانت هناك وحدات امنيه قويه ومدربه ولديها الامكانيات. هي التي يصرف عليها هي التي يصرف عليها والتي وطبعا التي مضمون القيادات، ايضا كان التكليف بالمناصب وبالامر وبالقيادات كان معيار فيه الولاء وليس الكفاءه. يعني مهما يكون انت لا تقلد منصبهم ولكن المعيار هو الولاء. الغريب انه هذه الثورة أو هذه الجماعة التي ثارت على النظام الملكي نعم جاءت بأسوأ منها يعني هم حولوا أنفسهم إلى أسرة حاكمة إلى أسرة ملكية نعم بشكل أو بآخر نعم, نعم, نعم يعني النظام الملكي كان لديه مساوئ ولكن الحقيقة بالمقارنة كان مساوئ النظام سبتمبر أكثر كثير من النظام الملكي أكثر كثير من النظام الملكي, الملكي بنى دولة في ظروف صعبة جداً صحيح لما بدات هناك موارد للدوله وبدا النفط ولو كان بكميات بسيطه وكان اسعار متدنيه لكن بدا هناك نوع من الفساد في الدوله ولكن لا يقارن بالفساد الذي حصل في 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 عهد سبتمبر طب الان انت ذكرت لي انه مع تضخم الجيش كان في مغامرات نعم اه كثيرا ما نسمع عن المغامره اللي كانت في تشاد نعم هذه في اي سنه حصلت؟ الحقيقة تشاد يعني حصلت مبكرا أول ما حصل حصل سنة 1980 عندما اجتاحت القوات الليبية تشاد بالكامل وصلت لغاية جميلة هل هذه كانت بتنسيق مع جهة دولية معينة ولا هو طبعا مجرد قرار هذه إحدى يعني نزعات القذافي للزعامة كانوا شاد نعم. كان هو طبعا تشاد وكان بده يعمل حاله ملك افريقيا نعم تشاد كانت طبعا هي دوله مجاوره ليبيا ودوله فقيره الحقيقه وفيها اثنيات مختلفه مم. يعني سكان الشمال التشادي كلهم من قبائل التبو وقبائل الزغاوه وسكان الوسط التشادي من قبائل اصولها عربيه وسكان الجنوب من 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 الزنوج المسيحيين اللي هم يسمى عليهم يطلق عليهم اثنية السرى عندما استقلت تشاد من فرنسا كان الحكم لدى السرى لدى الجنوبيين المسيحيين كان اول رئيس لتشاد هو فرانسوا تومبل باي ثم حصل انقلاب من قائد الجيش في ذلك الوقت جنرال اسمه فيليكس معلوم واصبح هو رئيس تشاد. كانت هناك علاقات حسن جوار بين الليبيين وبين التشاديين وكانت معتمده على التجاره، كان هناك عائلات في الجنوب الليبي من ضمنها عائله يعني كان لديهم يعني تواصل تجاري كبير مع مع تشاد وكان هناك علاقات حسن الجوار والقبائل والقبائل قبائل التبو بالذات لديهم امتدادات في ليبيا قبائل سكان الشمال التشادي لديهم يعني هناك تبو ليبيين وهناك تبو تشاديين وكان هناك يعني علاقه حسن جوار ما بين ايضا هذه العلاقه اسست لها الحركه السنوسيه عندما ذهب السيد المهدي السنوسي وأسس الزوايا السنوسيه في تشاد في غورو في اتيا في فهناك يعني اتباع كثر للحركه السنوسيه في تشاد ايضا الحركه السنوسيه عندما تزعمت مقاومه الاستعمار الفرنسي في تشاد فهناك احترام كبير للحركه السنوسيه من قبل الشعب التشادي وهناك صلات موده وصلات حسن جوار وصلات تجاريه وروابط عندما قرر القذافي ان هو يسيطر على تشاد طبعا استخدم في ذلك الجيش الموجود لديه فهذه القبائل التي كانت تنظر الى الليبيين هم اخوانهم وهم الذين يساعدوهم وهم الذين يعني فيهم في الدين ويتعاملوا معهم في التجاره اصبحوا ينظروا الليبيين هم غزاة ويريدون يحتلوا هذه البلد وجاؤوهم بالحديد والنار يعني هو كان يريد ان يمد نفوذه الى تشاد نعم ويسيطر عليها نعم طبعا كانت هناك مشاكل في تشاد مشاكل داخليه كانت هناك حركه تحرير اسمها فرولينا حركه تحرير شمال تشادي يمكن هم استنجدوا به اللي هم استنجدوا به ولديه علاقات مع ليبيا في السابق وكان هو يدعم في هذه الحركه وهذه الحركه حصل فيها انشقاق هي نفسها وجزء منها كانت بقياده حسين حبري وجزء اخر بقياده شخص اسمه كوكن وداي واستطاع حسين حبري ان يصل للعاصمه ويتحالف مع رئيس الجمهوريه في ذلك الوقت هو فليكس معلوم ويعين كرئيس حكومه ثم ينقلب على فليكس معلوم وتصل القوات اللي يعني الليبيه التي اللي اصبحت تساعد في في كوكن وداي وحصلت حرب اهليه داخل الشاد ما بين جناحي فرولينا، الجناح الذي يقوده حسين حبري والجناح الذي يقوده كوكني وداي. القوات الليبيه دخلت مع كوكني وداي ووصلت الى انها تسري الانجمينا وتسيطر على الانجمينا وتسيطر على تشاد بالكامل. انسحب حسين حبري ومجموعته الى السودان وبقت القوات الليبيه في الشاد ونصب فيها كوكني وداي كرئيس الجمهوريه. باعتبار ان تشاد اصبحت مستعمره ليبيه. كوكني وداي الذي هو ليبيا وصلتها ل عندما يعني حصل مؤتمر للدول الفرنكفونيه في 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 فرنسا حضره هو وبضغط من فرنسا اصدر بيان يطلب فيه القوات الليبيه تنسحب من تشاد. يملك ذلك؟ هو اصدر هذا البيان وقال انا ما القوات الليبيه في تشاد فكانت رد الفعل القذافي لم ينظر القذافي بمنظور رجل الدوله. كان نظرة رد فعل القذافي ان الذي نحن أصرناه للحكم هو يريد ان يخرجنا نحن سنجيء نعتب بغريمه لكي يخرجه ويبقى لو هو غريمه عدوه وعدونا. حسين حبري. حسين حبري. حبري فراح حالف معه. فلم يتحالف معه مباشره ولكن حصلت يعني اتصالات مع حسين حبري بان نحن حننسحب من المدن التشاديه وحنترك لك الذخائر والاسلحه اللي اللي وانت تاتي في اثرنا وفعلا سحب كل منطقه تسحب من قوات شدية يدخل حسين عبري لغايه وصل لانجمينا واحتل انجمينا شوف هذا العبث هذا العبث العبث كم يحرق من الامه نعم كم كم يهلك من البشر نعم 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 طبعا كانت ال يعني دعاوي القذافي لماذا القذافي ذهب الى يريد ان يقنع الليبيين فكان كل مرة يأتي بعذر مرة من المرات كان في محاضرة للضباط أذكر كانوا في فترة امتحان الترقية للضباط فهو جمعوا للضباط وعاد في محاضرة أنا كنت حاضر فكان دعوة أنه هو يريد أن أن ليبيا بلد جاف وليست فيها مياه ويريد أن يسيطر على بحيرة تشاد لكي يحضر المياه العذبة إلى ليبيا كان مرة أخرى يتكلم على شريط أوزو الذي هو حصل عليه مشكله وانه يريد ان يعني يحمي شريط اوزو من الشاديين ففي كل الاحوال يعني انسحبت القوات الليبيه وسلمت كل المدن لفوصة شادي الحسين حبري وانسحبت بالكامل الى الاراضي الليبيه هي هاي الفتره اللي كان فيها حفتر شغال في الموضوع حفتر في 1980 كان على رأس القوات التي احتلت تشاد ثم رجع إلى ليبيا لا مازال رجع إلى ليبيا وخلاص يعني فترة انسحاب ليبيا من تشاد الأول لم يكن حفتر موجود في تشاد كان موجود هو ك احد القيادات في الجيش في 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 ليبيا كان مقربا من القذافي جدا جدا كان مقرب من القذافي جدا وين... انسحبت القوات الليبيه من تشاد ثم اتخذ القذافي قرار لترجع مره اخرى. فرجعت واخذت المناطق التشاديه التي في الشمال، يعني فايا لارجو وفادا وكل القرى التي شمال خط عرض 16. كانت فرنسا في ذلك الوقت موجوده في تشاد. حدث اجتماع ما بين فرانسوا ميتران وبين القذافي. مدري يمكن في قبرص او على باخره او حيز هيك. وتم الاتفاق ان تنسحب القوات الفرنسيه والقوات الليبيه من تشاد. تم هذا الاتفاق ولكن القذافي طبعا اراد ان يعمل مسرحيه فاوعز للقوات الموجوده في المناطق انها تنسحب من المناطق وتاخذ جوله في الصحراء ثم ترجع. فطبعا الفرنسيين لا يراقبوا لا بالاقمار لا الصناعيه طبعا ف ما صارش من, من من من, هذا الاتفاق يعني وظلت القوات الليبيه وظلت القوات الفرنسيه موجوده الى ان حصل الاحداث سنه 86 87 وثمان... يعني فتره طويله للقوات الليبيه وهي في تشاد نعم نعم آه. سنه 87 في يناير 87 هاجمت قوات تشاديه منطقه اسمها منطقه فدا وهي منطقة متقدمة فيها قوات الليبية واستطاعت أن تسيطر عليها وحدثت خسائر كبيرة جدا في القوات الليبية كان في ذلك الوقت القوات الليبية منتشرة في شمال تشاد موجودة لها قاعدة رئيسية في منطقة اسمها وادي الدوم عمل فيها مطار وقاعدة عسكرية وموجودة في منطقة فايا لارجو وهي أكبر تجمع في الشمال التشادي وفي فدا وفي بعض القرى الأخرى مثل جورو ومثل باراداي ومثل القرى الموجودة في جبل تبستي فاحتلت القوات الشدية يعني منطقة فدا وأصبحت تهدد في قوات ليبيا الأثر هذا كان الكلام هذا في يناير 87 أنا كنت في منطقة فدا من شهر يونيو 86 حتى منتصف نوفمبر 86 في 86 رجعت إلى ليبيا فبعد رجوعي الى ليبيا بحوالي شهر ونصف هجمت فدا واحتلت، انا في ذلك الوقت كنت امر منطقه فدا كنت كنت يعني في زياره الى ليبيا ولا كنت انهيت لا مهمتك؟ لا، أنا انهيت مهمتك. انهيت مهمتي ورجعت واستلمت مني مجموعه عمليات اخرى هي اللي استلمت المنطقه. وهم الذين اكلوا الضربه. وهم طبعا هم الذين حصلوا فيها بعدها يعني كان فيها يعني آه اصرار من القذافي ان القوات الليبيه تسترجع فدا كلف خليفه حفتر يكون هو امر عمليات ما يسمى بالمحور الشرقي أيوة. والذي هو في جزء الشرقي من تشاد واللي مكلف بانه يسترجع منطقه فدا في منطقه وادي الدوم تتبع القوات اللي في منطقه وادي الدوم وفي منطقه فايا وفي النقاط الشمال التشاديه كلها ايضا انا كلفت باني ارجع لوادي الدوم ورجعت في شاخر تقريبا في فبراير كلفت ارجع وادي الدوم واصبحت من ضمن مجموعه العمليات التي يراسها خليفه حفتر. انت عملت تحته يعني؟ نعم تحت امرته. كان فيه تقسيم للقوات، كان هناك قوه مكلفه بانها هي التي تسترجع فدا. كان هذه القوه اسمها مجموعه عمليات الشهيد عبد الحميد سلامه. من هو الشهيد عبد الحميد سلامه؟ طيب تخبرني بعد الفاصل، ناخذ فاصل قصير ثم تخبرنا نعم. لنعود نعود من حيث توقفنا. نعم. آه عدت أنت آه وعاد حفتر نعم إلى تشاد. نعم، كان هناك يعني تنظيم لهذه القوة، نحن تكلمنا على مجموعة عمليات الشهيد عبد الحميد السلامة. مم. كانت قيادات منطقة فدا التي استلمت مني أنا المنطقة مكونة من ثلاث ضباط اللي هم قيادة هذه القوة. على رأسها آه المرحوم كان في ذلك الوقت مقدم اسمه فتح الله عثمان. ومعه المقدم عبد الحميد سلامه ومعهم المقدم فرج عبد المولى ثلاثه، ثلاثتهم كانوا هم القياده لهذه المنطقه والتي هجمت منطقه فدا اثناء تواجدهم فيها. قتل قائد المنطقه اللي هو المقدم فتح الله عثمان وقتل معاونه المقدم عبد الحميد سلامه وكان المقدم فرج عبد المولى في اجازه لم يكن موجود في فدا. فطبعا بقيه القوات خرجت من فدا ووصلت قاعدة وادي الدوم وحصل فيها يعني خسائر كبيره جدا كل المعدات والاسلحه الموجوده استولت عليها القوات الشدية كان هناك عدد كبير من القتلى، عدد كبير من الاسرى، عدد كبير تشردوا في الصحراء وماتوا جوعا وعطشا. هل فرنسا كان لها دور في الموضوع؟ فرنسا كان لها دور أن إن جابوا القوة التشاديين؟ نعم طبعا التشاديين خلال فترة لما دخل القوات الليبية للشاد سنة 1980 لم يكن هناك قوة كانوا يعني هناك الناس بسطاء لا يعرفون حتى الأسلحة فكانت القوات الليبية التي دخلت في سنة 80 دخلت بمعدات حديثة من ضمنها صواريخ الجراد كانوا يقوموا بقصف القرى التشادية بصواريخ الجراد فكانوا التشاديين يظنون أن هذه الصواريخ يبعث فيها القذافي من طرابلس يقولون ان هذا الصاروخ بظن انه الصاروخ جاي من طرابلس نعم لما نكون لديهم معرفه حتى بالاسلحه المستخدمه كانوا يستخدموا في المناطق العديقه قديمه جدا بعضهم كانوا يستخدموا في السيوف خلال هذه السنوات من سنه 80 عن سنه 87 خلال تطور الاحداث والمعارك والحروب الاهليه ووووو. نشات خبره كبيره في القتال وطبعا الناس يقاتلوا في ارضهم ويعتبروا فان هذه القوه امامهم هي قوه غازيه ومستعمره ويريدون من ارضهم فهناك يعني يعني اصرار وهناك روح معنويه عاليه في المقابل ان القوات الليبيه الموجوده هي اغلب القوات ليست مقتنعه بهذا الوضع اللي هو فيه وهم مجبرين على وجود فتشات وكانت تركيبه اغلبهم من ما يسمى المجيشين وهم افراد مدنيين وطلبه المدارس وكان المعنويات حتى العسكريين معنوياتهم كانت منخفضه وكله ينظر في انه هذا الوضع هي ليست معركته وليس وليس مقتنع بها بها، فهو يقاتل يعني بي بي بمعنويات هابطه جدا، وهذا كان احد الاسباب اللي كانت الخسائر فيه كبيره، لان كان جزء كبير من الخسائر في ان يعني الناس تريد ان تتخلص من القتال بعدم درايه فيقضوا جوعا وعطشا في الصحراء يعني. لا حول ولا قوه. فكان حتى لو كان القوه الشديه اقل ولكنها كانت فعاليتها اكثر. يعني مثلا القوات دي لم تكن تملك المدرعات لم تكن تملك الدبابات لم تكن تملك الطائرات كلها كانت بوجه القوات الليبيه ولكن استطاعوا انهم يطوروا تكتيكات تكون مضاده لهذه الاشياء هذا من ناحيه من ناحيه اخرى ان الاستراتيجيه التي تبعت تبعت القوات الليبيه في تشاد كانت استراتيجيه خاطئه خاطئه جدا كان في اخطاء استراتيجيه من الاول لان اعتمدت استراتيجيه التمسك بالمناطق وتمسك بالمناطق في 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 الاراضي الصحراوية المفتوحة هو خطأ كبير عندما تقاتل انت دائما في ارض صحراوية مفتوحة انت لازم تكون استراتيجيتك الحفاظ على القوة وليس التمسك بالارض لان الارض لا توجد لها قيمة كبيرة بعض ما بعض المضائق ما بتستطيع تتحصن فيها بالضبط لكن انت استراتيجيتك هي الحفاظ على قوتك وتدمير قوة الخصم لكن انت اذا كانك انت حتى سبت ارض معينة وقوتك موجودة حتى تسترجعها بعد فترة ولكن عندما تدمر قوتك لا تستطيع أن تستخدمها فكانت الاستراتيجية المستخدمة في 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 قبل في في القوات الليبية في تشاد هي استراتيجية الاحتفاظ بالأرض أيضا كان المعدات لا تتناسب مع الأرض الصحراوية يعني القتال بالمعدات السوفيتية الكبيرة الثقيلة يعني الدبابات هذه الدبابات لا في الصحراء لدرجة حرارة فيها لا تطاق ايضا هي دبابات عتيقه ولا تتحمل السير لمسافات طويله وفيها مشاكل فنيه كثيره، ايضا المدافع المجروره وكذلك يعني الحركات الارتال العسكريه الثقيله لا تستطيع ان تقاتل في الصحراء. في الوقت الذي طور فيه التشاديين اسلوب مضاد جدا لهذه التكتيكات وهذه الـ يعني الـ الامور العملياتيه بانهم استخدموا يعني اسلوب الـ 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 الكر والفر يعني بم بمعدات خفيفة سريعة الحركة تحمل أسلحة دقيقة زودهم بها الفرنسيس بالذات وذات رميات دقيقة من مسافات عالية وكانوا يأتوا بسرعة عالية من محاور متفرقة ويفتحوا النيران بمسافات قريبة ثم يتفرقوا بسرعة في نجح هذا التكتيك الحقيقة في إرهاق وفي تدبير قوات الليبية بشكل طبعا هذه الهزيمة حتجر هزائم فيما بعد بطبيعة في الحال طبيعه الحال هذه هزيمه في فدا طبعا نتج عنها ان تعشيط القوات الليبيه لاسترجاع فدا نرجع لفبراير 87 عندما وصلت انا لوادي الدوم وعينت او كلفت كرئيس عمليات في مجموعه القتال الرئيسيه التي سميت على المقدم عبد الحميد سلامه الذي كان هو معاون قائد منطقه فدا والذي قتل في معركه فدا كان يقود هذه المجموعه المرحوم مقدم عواقيد في ذلك الوقت اسمه سالم بن هو قتل أيضا في السبعة هذه القوة كانت مكلفة بأنها تقوم بتحرك إلى فدى واسترجاعها من جديد تعاونها في ذلك الوقت ما يسمى بالقوات الصديقة وهي القوات الشدية الموالية لحكومة كوكني وداي طبعا هذه القوات الشدية كانت نقطه ضعف كبيره كانت يعني اغلبها كانوا هم عملاء مزدوجين كانوا ينقلوا في المعلومات للطرف الاخر. ايوه. ولما حضر المعارك هم انضموا مباشره للطرف الاخر. في ذلك الوقت كان خليفه حفتر هو امر المحور الشرقي امر القوه الموجوده في هذه المنطقه التي من مهامها جزء منها من مهامها هي استرجاع منطقة وردو تم يعني تجهيز هذه القوة ولكن الحقيقة هذه القوة لم تكن متجانسة في ذلك الوقت سنة 87 كان الوضع في ليبيا وضع يعني بائس جدا سنة 85 و86 و87 كان سنوات عجاف عند الليبيين كان مرتبات الموظفين والعسكريين تتأخر بثلاثة أربعة أشهر كان كل شيء مفقود. ليش بسبب الحصار؟ ولا ليش لم يبدا الحصار بعد. اه, آه، ما لسه ما جاء حصار ليبيا يعني لوكربي ما حصلتش لسه. لم يحصل حصار لوكربي آه. كان بسبب إزرار القذافي. يعني في ذلك الوقت الغيت التجاره، الغيت مزاوله النشاطات الاقتصاديه، حصلت مشاكل اخرج فيها العمال المصريين، كان يعني لدرجه ان كان المخابز لا يعملن، كان لا توجد محلات، كان انت تريد ان يعني تشتري ما يلزمك لاسرتك لا تجده. كان المرتبات تتاخر، كان كل الامور سيئه جدا جدا. يعني الوضع ال 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 كان قابل قاب قوسين وادنى من الانفجار. في هذه الاحداث حصرت البرامج كان يقبض على الشباب في الشوارع ويدخلوا المعسكرات ثم يرحلوا مباشرة لوادي الدوم على الذبح مباشرة كانوا طلبة مدارس أطفال طلبة مدارس ما يسمى بالمجيشين كان كل الناس تتهرب من 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 من, كانت معنويات قوات موجودة غادي يعني شبه منهارة ولا مجبرين على أنهم يقوموا بهذه العملية طب قادة الجيش ما عندهمش رأي ما بيستطيعوا يعني انه انه رايهم انه هذه معركه خاسره نعم ولماذا نزوج بهؤلاء الشباب؟ يبدو ان قال الجيش الكبار في ذلك الوقت لا يستطيعون ان 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 يبلغوا هذا الكلام للقذافي، كانوا يتهموا بالخيانه. فبرضه باضافه بالاضافه لهذه العوامل حصلت هناك عدد من الاخطاء من الاخطاء من القياده نفسها من قياده العمليات بالاضافه للاخطاء الاستراتيجيه كانت هناك اخطاء عملياتيه. في, في هذه الفتره فترة الإعداد للدخول لفدا كان طبعا فدا هي تم دخول قوات شديدة لها في بداية يناير كان هذا الكلام يعني ما بين يناير إلى غاية حدثت وادي الدوم في مارس كان هذه الفترة فترة إعداد خلال هذه الفترة كانت هناك مباحثات ما بين الجانب الليبي وجانب التشادي برعايه السودان في الخرطوم وساطه يعني كان وساطه لحل المشكله فكان الوفد الليبي برئاسه وزير الخارجيه في ذلك الوقت الاستاذ جد عزوز طلحي وكان الوفد التشادي موفد من حسين حبري ووصلوا الى تفاهمات كانت المشكله تتلخص في قطاع اوزو الوفد التشادي يعني عرض ان تحال مشكلة قطاع أوزو إلى محكمة العدل الدولية ونحن نقبل بأي حال تصل هذه المحكمة أيضا عرض الوفد التشادي نقطة غريبة جدا وهي أنه يتم السماح للقوات الليبية بالدخول لفدا اللي ويعملوا تصوير ويجيبوا الصحفيين وبينوا كان شوي من المعنويات أن هذا الجيش الليبي راجع لها من جديد ثم تنصح القوات الليبية يعني حفظا لماء وجههم نعم ايضا عرض الجانب التشادي ارساء علاقات جوار صحيحه مع ليبيا. طبعا رئيس الوفد المفاوض لا يملك من الصلاحيات شيء. لن يستطيع ان يقرر. لازم يرجع لطرابلس. لازم يرجع لطرابلس. فرجع لطرابلس ثانيه وجاها الرد بانك ارفض هذا الكلام القياده التشاديه هي عرفت نفسها انها خاسره في الحرب وبالتالي لن منها بانها تحصل الى اي مكسب المكاسب. في ذلك الوقت كان التشاديين يعني يجهزوا في انفسهم وكانت هناك مساعدات فرنسيه مصريه ليست على الارض ولكن بالمعلومات وبالتخطيط وبالاستطلاع التدخل الوحيد في فرنسا الفرنسي كان هناك في قاعة بوريدوم هناك محطه رادار لكشف الطيران جاء الطيران فرنسي وضرب هذه المحطه دمر هذه المحطه محطه ليبيه محطه ليبيه محطة نظر عسكرية لكن الباقي كان يبدو ان هناك يعني استطلاع قوي بالمعدات الاستطلاع المتطورة وكان هناك تخطيط من الجانب الفرنسي ومن الجانب المصري امداد بالمعلومات وبالتخطيط في ذلك الوقت كلفت قوة للاستطلاع ما بين في المسافة الفاصلة ما بين وادي الدوم وما بين فدا كانت قوة استصلاح مقاتلة كبيرة بقوة كتيبة. ذهبت هذه القوة وتعرضت لكمين من القوات الشديدة. حدث فيها خسائر كبيرة و يعني ضُربت هذه القوة. استنجدت بوقعة وادي الدوم فاتخذ القيادة في وادي الدوم قرار بأنها ترسل قوة لمساندة هذه القوة التي ضربت. هذه القوة التي كانت موجودة مع بعضها اللي هي كانت مكلفة باسترجاع فداء تم تجزئتها أرسل منها جزء فقط لنجد هذه المجموعة الاستطلاع هذه القوة التي أرسلت كانت قوة طبعا غير كبيرة وبالتالي ضربت يعني كمن يطعم الوحش نعم شوية شوية تأخذ قرار بإرسال باقي القوة أوه. مشت باقي القوة ضربت كان هناك مجموعه احتياطيه خلف هذه القوه هذا حفتر اللي كان مسؤول عنه؟ طبعا مم. هذه الاخطاء العملياتيه ان القوه التي كانت لو مشت قوه كبيره ما بعضها كانت تص... لا تستطيع انها يعني القوه التي امامها لا تستطيع تدميرها ولكن تم تسجيل هذه القوه فمن كان فم كان يطعم فعلا باللقمات يعني كل مم. لقمه صائغه في كل مره هذه مم. كانت احد الاخطاء العملياتيه التي تحملها القائد الميداني الموجود في 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 هذا ناتج عن جهل ولا ناتج عن عماله؟ أنا أستبعد العمالة أنا أستبعد العمالة ولكن ناتج عن عدم دراية بالأمور العسكرية الصحيحة نعم نعم فنتيجة التدمير الخاص بالقوة أصبحت منطقة وادي الدوم القاعدة الرئيسية الكبيرة أصبحت مكشوفة لا توجد فيها إلا القوة المخصصة لحمايتها هذه القوة المخصصة لحمايتها أيضا حدث فيها خلل هي قاعده كانت محصنة بحقول ألغام وتوجد فيها قوة للدفاع عنها وتوجد في منتصفها قوة احتياطية عبارة عن كتيبة مشاة ميكانيكية مزودة بعربات مدرعة بحيث لم يصير ضغط على أحد جوانب هذه القاعدة لاختراقها تقوم هذه القوة بهجمة مضادة لكي تغلق هذه الثغرة هذه القوة تم سحبها قبل أسبوع أو عشرة أيام من الهجوم على وادي الدوم من قبل القاعدة إيه يعني سحبت وكلفت انها تعمل في منطقه اخرى هي منطقه فايا ايضا كان هناك رف من الطائرات العموديه المقاتله التي تكون هي افضل شيء يكون في في القتال في الصحراء لانها تستطيع تصيب الاهداف الصغيره هذا الرف سحب من قاعده الدوم وكلف ان يلتحق بمنطقه اوزو واصبحت القاعده القوه الاماميه التي كانت يعني ممكن تكون تشكل تصدي لاي قوه تريد مواجهه هذه القاعده ضربت والقوة الاحتياطية الموجودة في هذه القاعدة أفرغت منها أصبحت هذه القاعدة جاهزة لأنها تضرب فعلا في آخر قوة ذهبت لضربة كان الهجوم مستمر كان الهجوم مستمر إلى أن وصلت قوات التشادية إلى قاعدة وردوم الدوب واستطاعت أن تسيطر عليها في, في, في نفس اليوم طبعا هنا حصل الانهيار هذه هي القاعدة الرئيسية أو العمود الرئيسي للقوات الليبية في المنطقة الشمالية الشرقية من تشاد وتداعت بعدها كل احجار الدومينو طبعا لانه خلاص الناس ما طبعا مهيئين للهزيمه بالضبط انسحبت القوات الموجوده في منطقه مم. فايا وانسحبت كل القوات الموجوده بقت قوات بسيطه في منطقه آه منطقه اوزو وهي المنطقه الغربيه وهذا كان نهايه الوجود الليبي في تشاد نعم هذه في هذه الأثاث اسر فيها العقيد في ذلك خليفه حفتر أيوة. وقف الاسر في في في, في 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 هذه المعركه أسرو تشاديين تشاديين نعم خرجت القوات الليبية من منطقة يعني في شهر مارس سنة 1987 في ذلك الوقت كانت ما زالت موجودة القوات الليبية في منطقة أوزو في المنطقة الغربية من ليبيا جنوب الغرب ليبيا والشمال الغربي من تشاد حدثت معارك واستطاعت القوات التشادية أنها تخرج القوات الليبية من تشاد وتحتل ايضا قريه اوزو التي هي, هي في الاراضي الليبيه في الاراضي الليبيه يعني هي في الاراضي الليبيه متنازع عليها فاصبحت يعني دخلت حدث محاولات لاسترجاع قريه اوزو ما بين شهر مارس ابريل حتى شهر اغسطس محاولتين باء بالفشل المحاوله الثالثه في نهايه اغسطس استطاعت القوات الليبيه ان تدخل قريه اوزو كان قبل احتفالات اول سبتمبر بايام معدوده. لكن يبدو ان القوات الشيعيه انسحبت من 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 قريه اوزو، لم تقاتل القوات الليبيه، انسحبت لكي تقوم بتنفيذ مهمه اخرى ساتكلم عليها. دخلت القوات الليبيه لقريه اوزو وظهر القذافي وعمل من هذه الدخله انتصار كبير جدا وانا سوف انزع ال آه التشاديين حتى منهم انزع منهم سكاكينهم وانا وانا بالرغم من انه كان مهزوما نعم بعد ذلك باسبوع ضربت قاعده الساره داخل الاراضي الليبيه 150 كيلو يبدو ان القوه الشديدة التي كانت في قريه اوزو سحبت واعيد تجميعها وقامت بحركه واسعه جدا دخلت فيها داخل الحدود الليبيه مسافه 150 كيلو وهاجمت قاعده السر اختراق كبير هذا ودمرتها بالكامل ثم اخذت منها حوالي 150 او 200 اسير وانسحبت هذا يعني لما جينا نلقي نظره على التدخل الليبي في تشاد المغامره الليبيه في تشاد عشان نقول القراءات الاستراتيجيه الخاطئه كان احد الاسباب الرئيسيه هي ان الحفاظ على قطاع اوزو ماذا حدث لقطاع اوزو؟ ليبيا وافقت اخيرا على انها تحيل هذا الموضوع الى محكمه العدل الدوليه اللي هو كان معروض عليها اصلا نعم وحالت موضوع لمحكمه العدل الدوليه ومحكمه العدل الدوليه اصدرت حكمها بان هذا القطاع هو لتشاد وقامت ليبيا بتسليم هذا القطاع لتشاد يا سلام بعد كل الذين نعم. قتلوا الشيء الاخر ان الليبي يعني القذافي يعني مليارات الدولارات والاف الضحايا لا حول ولا من الأسرة والقتلى والأسرة التي تشردت و إلى آخره نتج عنه في الأخير أنه هو في تسلسل زمن أنا لا يحضرني ولكنه انتهى بأن القذافي قام بزيارة رسمية إلى أنجمينا وتكلم أنه هو يعني يأسف على الأحداث التي حدثت ما بين ليبيا وتشاد ولم يقدم اعتذار رسمي ولكنه اعلن اسفه لما حدث. ومن يتحمل مسؤولي المسؤوليه عن كل هذه الكارثه؟ نعم. نعم. فهذا بايجاز يعني ما حصل في التشاد نرجع احنا ل لي... لي... احنا اجتزنا المراحل الحقيقه. انا لما تخرجت من الكليه العسكريه اشتغلت في كتيبة سليمان البارون التي اشرت اليها. واشتغلت فيها يعني كنت كقائد فصيله. وتخصصت في الأسلحة المضادة للدبابات ثم تحصلت على دورة في مصر وبعد ذلك اشتغلت في هذه الكتائب هذا في السبعينيات ك... نعم ك... ك... كقائد سرية مضادة للدبابات ثم انتقلت إلى مؤسسة تعليمية وهي مؤسسة تسمى مدرسة المشاة والتعبئة هذه المدرسة الم... المسؤولة على إعداد كوادر الضباط بعد تخرجهم من الكلية العسكرية في تخصصات معينة وايضا لرفع كفاءه ضباط الصف والمعلمين. فمارست العمل التعليمي العسكري في هذه المؤسسه تقريبا لمده حوالي سنتين سنتين ونص ثم افدت الى الاتحاد السوفيتي في دوره لكي تحصل على دورة قادة كتائب مشاة ميكانيكية كم كانت مدتها هذه؟ كانت مدتها حوالي تسعة أشهر أو يعني سنة دراسية تقريبا نعم سنة دراسية رجعت بعدها الى آه واحد السابق لمدرسه المشاة كلفت بعدها بكي يكون قائد كتيبه اسلحه مضاده للدبابات كانت كتيبه آه اسلحه حديثه جاءت لليبيا وقمت بانشاء هذه الكتيبه في منطقه المنطقه الغربيه في منطقه صبراتة ثم انتقلت الى مدينه زبارة فكنت على راس هذه الكتيبه وشكلت وكانت من افضل كتائب الجيش الحقيقه آه كانت على مستوى عالي من التدريب ثم انشات من خلالها كتيبة أخرى وكان هي الكتيبة الأصلية كان اسمها الكتيبة 35 وانش كتيبة أخرى اسمها الكتيبة 36 ثم هذه الكتيبتين الاثنين تم نقلها إلى المنطقة الشرقية إلى طبرق الـ 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 نرجع شوية للتاريخ هناك أحداث حصلت ما بين ليبيا ومصر في سنة 77 حصلت معارك حصلت معارك ما بين ليبيا ومصر في سنه 77 على اثر زياره السادات لاسرائيل والقذافي كان يهاجم في مصر وتوترت الاحداث تصاعدا لغايه ان حصلت معارك كبيره يعني الطيران المصري هاجم طبرق واسقط من عدد من الطيارات والقوات المصريه دخلت وانتم كنت في طبرق في ذلك الوقت انا انا كنت في مدرسه المشاة في ذلك الوقت لكن كنا قريبه من طبرق فعلى اثرها انشئ منطقه للدفاع على الحدود الليبيه انشئ تشكيل عسكري اسمه تشكيل الخطوط الحمر خطوط الحمر هذا كان يعني مواقع دفاعيه انشئت موازيه للحدود المصريه كان هناك تخوف من القذافي ان القوات المصريه تهاجم ليبيا اه يعني هو اللي انشاه في الجانب الليبي انشاه في الجانب الليبي مم. وكان يعني عباره عن موانع وحقول الغام وقوات موجودة منتشرة في مواقع معينة فهذه الكتيبة اللي كنت على رأسها كلفت منها تذهب ذلك الموقع ولكن أنا لم أكن ضمنها أنا كلفت على أثرها بأن يقود كتيبة أخرى اسمها كتيبة 22 كانت متمركزة في منطقة غريان بقيت في هذه الكتيبة فترة ليست بالطويلة ثم قصد القرار بنقلي إلى مدينة بنغازي كان هناك آآ آآ بدات يعملوا في يعني لحل الجيش كان هناك مشاريع كانت شيء يسمى تجيش المدن تجيش المدن هذه هو عباره عن يعني آآ آآ نظام لتدريب المدنيين على السلاح جيش الشعبي يعني زي جيش الشعبي تماما طيب آه خلينا نتركها تحكي لي عنها بالتفصيل في الحلقه القادمه ان نعم. شاء الله